بدي اسال اخونا بلال واحنا بنحكي عن بكره صاحب بيت والله. لا قول اللي انت عايزه. انت اصحاب البيت, انت اصحاب البيت. هاي اول افيه مصري. اه طبعا. واحنا بنحكي عن بيت العتابة, وكاني ببيت العتابة يعني تتجلى فيه كل جماليات الشعر الشعبي. طبعا. هل هذا يعني انه بيت العتابة هو الاعلى منزلة من بين كل صنوف الشعر الشعبي, زجل وحداء وخلافه؟ نعم انا بتصور ربما انه انا بسال هذا. نعم. السؤال لاني انا منحاز لبيت العتابة. نعم. كلنا انا من وجهة نظري انا من وجهة نظري الشخصية العتابة هي عمود الزجل الفلسطيني. ما يبنى من يتقن العتابة يتقن جميع أقسام الزجل الفلسطيني. العتابة هي وحدة موضوعية شرط أن تكون داخل النص ولا تخرج عنه. بيت العتابة يجب أن يكون مترابط, هو عبارة عن أربع شطرات, ثلاثة بنفس القافية لكن المعنى مختلف, وبتنهي الرابعة بحرف الألف باء. لازم يكون ذات نص وموضوعية مختصة في بيت العتابة. أنا بتصور من وجهة نظري العتابة هي عمود وعصب الزجل الفلسطيني. جميل.